تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا الأمريكية التقط صور حديثة مبهرة ولامعة للمجرة الحلزونية M51. المجرة دي بتقع على بعد حوالي 27 مليون سنة ضوئية من الأرض. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المجرات الحلزونية، خاصة المجرة الحلزونية M51، من دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بينضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. لو بشكل عام تبسط لنا إيه هي المجرات الحلزونية، تقريبا عددها كام، وبأن احنا بنتكلم تحديدا عن المجرة الحلزونية M51. طيب، أولا مش ناس كتير عارفة أن المجرات هي النقطة اللي جواها المجموعة الشمسية ومليارات النجوم. يعني لو حبينا نبسط الدنيا في الكون، زي تركيب الذرة بيبقى عبارة عن بروتونات وإلكترونات وبيلفوا في دوائر، بيبقى عندنا المجموعة الشمسية اللي فيها الشمس، وعندنا مليارات الشموس داخل نقطة اسمها مجرة درب التبانة. فمجرة درب التبانة بتحتوي على مليارات النجوم. زي درب التبانة في قد إيه في الكون؟ في مليارات المجرات. طيب، هل مجرة M51 دي مجرة بعيدة عننا؟ لا، ده يعتبر لازقة في المجرة بتاعتنا 27 مليون سنة، لأن المجرات التانية موجودة على 15 مليار سنة. طبعا في فرق بين مليون طبعا و15 مليار. طيب، الكون في انواع مجرات ايه؟ احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي ليه المجره بتبقى ليها اذرع وبتبقى لولبيه زي الام 51. الام 51 بيسموها مجره الدوامه. لان الاذرع بتاعتها شكلها منتظم جدا وعباره عن دوامات. وزي ما قلت لحضرتك، الفرق في العمر بينها وما بين مجره درب التبانه 27 مليون سنه. زمان لما كنا احنا بنرصد المجره دي ويبان لنا شكلها كان بيبقى انجاز. لما جه الهابل سبيس تلسكوب بقينا نصور ونشرح المجره دي ونشوف نوعا ما بعض الحشود المجريه الموجوده فيها. يعني مثلا بشوف 100 مجره 100 نجم متكونين مع بعض، بسموهم حشد نجمي داخل المجره دي، ده بالهابل. طب بجيمس ويب لا، ده انا بقيت اشوف النجوم اللي جوه الحشود دي. فزي ما قلت لحضرتك دلوقتي، احنا زي في الطب بالظبط، لان الطب خد الحاجات دي من الفلك. انا بشرح المجره بالظبط في كذا طول موجي. يعني جيمس ويب وهابل صوروها في الانفراريد، في النير انفراريد او قريب من الانفراريد، في الميد انفراريد، وفي الفار انفراريد اقمار صناعيه تانية. بالطريقه هي قدرت اشوف النجوم اللي جوه المجره، قدرت اشوف المجره ليه بتعمل الاذرع دي، تكوين المجرة ليه بتبقى في مجرة لولبية وفي مجرة ملهاش أذرع. ولو نلاحظ إن حتى المجرة اللي اكتشفنا فيها الثقب الأسود كانت M81، بس دي كانت مجرة عدسية ملهاش أذرع. المجرة ده هي M51 الشبيهة برضو بالمجرة بتاعتنا اللي هي M31. عشان أبسط الموضوع أكتر، المجرات كلها تكونت مع بعض. فالمجرة القريبة مننا بتعتبر مجرة عجوزة او قديمه في العمر، عندها مثلا حوالي 14 مليار سنه، زي M51 كده، زي M51. طب المجره البعيده اللي على حافه الكون اللي جيمس ويب برضه بيرصدها، بتبقى مجره لسه بيبي او لسه طفل. وهما الاثنين مخلوقين مع بعض، لان ساعات الكون بدايه الكون الله عز وجل خلق المجرات دي كلها في وقت واحد. النجوم بتتولد وتموت كل يوم. يعني ممكن اصور لحضرتك نجم لسه بيتولد واشوف التكوين بتاعه والفورميشن، واديك التفاصيل بتاعته كلها والتركيب الكيماوي اللي موجود فيه واستخداماتها على الارض والعناصر الكيماويه وكل حاجه. لكن بالنسبه للمجرات دلوقتي، جيمس ويب وهابل مخصصين وجميع تلسكوبات العالم ان هم يرصدوا المجرات القريبه اللي هي العجوزه، والمجرات اللي في النص اللي هي متوسطه العمر، والمجرات اللي في حافه الكون اللي هي لسه بيبي. بالطريقه ده هي بقدر كاني بعمل موزايك او كاني بعمل فيلم سينمائي، ازاي المجرات دي اتكونت، ازاي اتخلقت، كميه الدست اللي موجوده فيها او الغبار اللي موجود فيها، كميه النجوم. يعني انا بلاحظ ان المجرات اللولبيه موجوده قريبه مننا بنسبه اكبر من المجرات العدسيه اللي ما لهاش اذرع. طيب، على حافه الكون العكس، الاقي المجرات العدسيه نسبتها اكتر من المجرات اللولبيه، او طيب موجوده بنسبه اكبر من الموجوده في الكون. جميل جدا يا دكتور اشرف. احنا بهذه الصور للمجرة الحلزونية M51 بهذا الشكل اللامع، قدمنا إيه لعلم الفلك؟ أنا أقول لحضرتك، أنت علم الفلك هو السبب في التطور اللي احنا فيه ده كله. زي ما قلت لحضرتك، الأشعة دي كلها اللي احنا اكتشفناها وبنصور بيها
بنستشفيها في الطب، في العلاجات، في علاجات الاورام، في علاجات حاجات كتير جدا. دلوقتي احنا بنصور في الجاما راي، بنصور في الاكس راي، بنصور في النير انفراريد، في الفار انفراريد. حضرتك لما تعرف المجموعه الشمسيه بتاعتك ازاي اتكونت والنشاط الشمسي، لسه الهند هتطلع مسبار عشان يرصد النشاط الشمسي اللي موجود في الشمس، هتظبط الاقمار الصناعيه بتاعتك بحيث ان هي ما تتدمرش من الرياح الشمسيه، هتشوف الطقس اللي موجود على الارض والتغيرات اللي موجوده فيه والدورات اللي موجوده فيه، هتشوف مواد كيماويه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني انت قبل كده حضرتك عشان تصنع مثلا مكوك فضاء كان بيطلع واوقات كتير جدا ينفجر، دلوقتي ما بيحصلش، دلوقتي حضرتك بتطلع جيمس ويب وتحط على بعد 150 مليون سنه. هو الفلك مش عشان علم الفلك، الفلك معمول علم تطبيقي من ايام الفراعنه، من ايام تعامد الشمس على في 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 قدس الاقداس، من ايام بناء الهرم، كل الحاجات دي بتستفيد بيه في المساحه، بتستفيد بيه في الكيمياء، بتستفيد بيه في الفيزياء، بتستفيد بيه في الطب، صحيح، بتستفيد فيه في الجيش، لان الدول دي كلها بتصرف مليارات الدولارات عشان اللي هيتسيد العلوم ده هي سي روسيا، سي امريكا، زي الصين، سي اوروبا، هو اللي هيسود العالم. الاقتصاد، الهند مثلا لما صرفت حاجات بسيطه يعتبر ملاليم، 8 طياره عسكريه مثلا على مهمه القمر اللي هي عملتها، دلوقتي الهند عندها صواريخ تضرب اي حته في الكره الارضيه. الهند عندها صناعه بحيث تعمل احسن عربيات موجوده، تعمل احسن طيارات موجوده، ليها حاجات مدنيه. فكل ده حضرتك امريكا او انجلترا او الدول العالم ما بتصرفش على الفلك حبا في الفلك، هي بتصرف على الفلك لان ده كون الله عز وجل خلقه بتكنولوجيات وهندسه وعلوم. احنا لسه محتاجين فيزياء جديده، محتاجين نسبيه جديده، محتاجين حاجات كتير جدا. يعني عندنا في حاجه قد النجمه بتشع طاقه قد اللي بيديها مليارات النجوم. تخيل حضرتك ان احنا في العالم دلوقتي مش عارفين نعمل الطاقه اللي بتعملها الشمس اللي هي بتاخد الهواء تديني 20 مليون درجه مئويه. فما بالك بقى النجمه اللي بتدي طاقه قد مليارات الشموس، بتتحسب ازاي؟ بتتعمل ازاي؟ المواد الكيماويه اللي موجوده فيها. زي ما حضرتك قلت عشان كده بنشوف يعني اكبر دول في العالم بتهتم اهتمام بالغ بعلوم الفضاء. طبعا من ايام قدماء المصريين، انا مهتم بعلم التاريخ، من ايام قدماء المصريين لو تشوفي حضرتك الحضارات القديمه هتلاقي الصين متقدمه هتلاقي علم الفلك فيها رقم واحد، هتلاقي مصر متقدمه هتلاقي علم الفلك فيها رقم واحد، الهند، حضارات امريكا الجنوبيه، حتى العرب لما قامت الحضاره الاسلاميه كل معظم اسامي النجوم دلوقتي اسماء عربيه. فعلم الفلك يعتبر زي مرآه للعلوم الثانيه، وانت متقدم حضرتك في الفلك هتلاقي نفسك متقدم في كل حاجه. دلوقتي اليابان متقدمه في الفلك، هتلاقيها متقدمه في الطب وفي الهندسه وفي كل حاجه، الهند بعد ما كانت دوله. الفكرة يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا عن كل هذه الايضاحات.